السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، ارتأيت في هذا الموضوع أن نتعرف أكثر وأكثر على الحسون الوداني الحر الأصيل، لأن في كل منطقة من مناطق الدول العربية لها لغتها وتغاريدها الخاصة، والكل يعتز بتغاريد ولغة بلده ويعتبرها أفضل وأحسن اللغات. أنا لا أتحدث على اللغة الملقنة كالكوبية ومالقا، بل عن اللغة الخلوية البرية الأصيلة التي تعايشت في الأوكار العربية عبر آلاف السنين، ولها حكايات وقصص واقعية جميلة. كما يعلم الجميع بأن الحسون المغربي هو من أفضل الحساسين عالميا، لما يتميز به من ذكاء خارق ومخزون لغوي رائع من حيث التغاريد الودانية وصعوبتها في التلقين. أترككم الآن مع أقوى بتبتة حسون لمساعدة الذكور على الغناء والهيجان والتزاوج. البتبتة والستتة هو كل صوت يصدر من الحسون وفي غالب الأحيان للنداء على بعضها البعض. أترككم الآن مع هذا الفيديو لستتة وبتبتة طيور الحسون لجعل حسونك يغرد بقوة إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.